الثروة السمكية. الثروة السمكية من أكبر مصادر الدخل لبلاد كتيرة جدا، بالإضافة إلى أن السمك مصدر جيد جدا للبروتين ومهم لصحة الإنسان، وسعره منخفض مقارنة بأسعار البروتين الحيواني. البلدان العربية تحديدا بتشتهر بثروتها السمكية المزدهرة بسبب مساحات كبيرة من البحار والأنهار والمحيطات. على الصعيد العالمي 3 مليار شخص بيعتمدوا السمك كغذاء رئيسي بشكل مباشر، وبيعتمدوا على مصايد الأسماك. كمان هو مصدر جيد جدا، مصدر دخل جيد جدا لبعض الفقراء، مصدر بروتين الغلابة. السمك هو ثروة حقيقية موجودة في العالم ككل، وهو رزق من الله سبحانه وتعالى بدون تدخل البشر. هنتكلم بتفاصيل كتيرة جدا عن الثروة السمكية. سعدنا يكون معنا الدكتورة أماني عبد العال، باحث ثروة سمكية وأقوى بونيك بالمعامل المركزية للمناخ الزراعي، مركز البحوث الزراعي. أهلا بك دكتورة أماني. أهلا بحضرتك. في البداية خالص قبل ما أتكلم عن الثروة السمكية في مصر، عايز أعرف يعني معنى كلمة أكوا بونيك. الأكوا بونيك نظام تربية للأسماك من أحد الأنظمة الجديدة. النظام ده بيعتمد أن احنا بنربي أسماك مع النباتات، فبنعتمد ان احنا بناخد مية السمك بنربي بيها النبات وبترجع تاني المية للسمك. تمام. في النص في فلتر ما بين ده وده، فتلات وحدات للنظام ده. يعني تلات اجزاء في النظام ده، واحدة تربية نبات وواحدة تربية الاسماك والفلتر. طب كويس جدا. كان زمان في الرز، زراعة الرز تحديدا، في المشاتل بتاعة الرز كانوا بيجيبوا زريعة السمك او القراميد كده بتخصى بالتربة للرز، وفي نفس الوقت السمك بيتغذى على الحشائش والطفيليات اللي كانت بتبقى موجودة في المية بتاعت المشاتل، صح نفس الفكرة؟ لا مش بالظبط. يعني هو هنا في الأكوابونيك النظام ده ان احنا بنعتمد على العلف كغذاء رئيسي، وفضلات السمك اللي بتطلع منه هي دي التسميد بتاع النبات، التسميد بتاع الأرض بتاع الزراعة بتاع النبات. احنا مش بنزرع في، يعني الأكوابونيك دمج ما بين هيدروبونيك واكوا كلشر. اكوا كلشر زراعه سمكيه بكل انواعها، او زراعه السمك في ميه عموما، لكن الهيدروبونيك اللي هو زراعه النبات في ميه بس يبقى في بيئه داعمه ليه، تدعم الجدر ان هو يقع. فالبيئه دي مش بتبقى تربه، احنا يعني بنزرع بمعزل عن التربه. في انواع بيئات مختلفه كتير، في سيولايت، في بيرلايت، في انواع تانية كده احنا بنستخدمها يعني بديل للتربه. بديل للتربه. بديل للتربه. بديل للتربه. تمام. طيب الثروه السمكيه في مصر تحديدا مدى اهميتها الاقتصاديه؟ مصر بتعتبر الدوله الاولى في العالم في الاستزراع السمكي. احنا على مستوى الدولة العالم الأولى. الدوله الاولى، اول دوله، والدوله رقم ثلاثة في انتاج البوري، والدوله رقم ستة في انتاج البلطي. يعني احنا الدولة رقم 3 في انتاج البوري والستة في انتاج البلطي. تمام. والاولى في الاستزراع السمكي. لان مصر عندها طبعا البحيرات الداخلية والبحر الاحمر والبحر المتوسط، دي بتدي نسبة من الانتاج الكلي للثروة السمكية. الثروة السمكية عندنا جزئين شقين، المصايد بتاعت مصر كلها سواء بحرية مية عذبة او مية مالحة، والمصايد والتربية الاسماك او الاستزراع السمكي. دول الشقين. الشق بتاع المصايد بيبقى البحر الاحمر والبحر المتوسط والبحيرات الداخلية بتدي 28.5% من الانتاج الكلي للثروة السمكية في مصر، وباقي الانتاج او بقيه الانتاج ده اللي هو بقيه ال 100% ده جاي من الاستزراع السمكي. طيب انا لو هتكلم عن اهميه الثروه السمكيه للانسان بشكل عام في مصر او بره مصر. تمام. الثروه السمكيه بتدي الاسماك عموما بتدي للانسان القدره على الحياه، وبتدي له كميه البروتين الكافيه لنموه وتكيفه وغذائه الكافي. في بعض الدول بتعتمد عليها بشكل رئيسي، او بعض الاشخاص كمان بيعتمدوا عليها بشكل رئيسي في التغذيه. يعني مفيش بروتين حيواني تاني الا هي بس الاسماك. كمان منظمه الصحه العالميه ادت تقرير في بعض التقارير بتاعتها، يعني في تقرير منهم كان بيخص الثروه السمكيه، فقالت ان لما الانسان ياكل كل اسبوع وجبه واحده من الاسماك ايا كان نوعها، سواء اسماك رخويات قشريات، بتقيم بنسبه 50% من امراض القلب. كمان في ابحاث دلوقتي شغاله على ان هي بتقي من الزهايمر، فبتاثر كتير الاسماك في صحه الانسان. عايزه اعرف انواع المصايد السمكيه.
انواع المصايد السمكيه في مصر بتبقى زي عندنا ميه مالحه اللي هي ميه اللي هو البحر الاحمر بحر متوسط، وعندنا البحيرات ونهر النيل دي الميه العذبه. فدي الانواع اللي موجوده عندنا في مصر اللي احنا بنقدر نتحكم فيها. تمام. لو حبينا نعمل تحسين لانتاج المصايد سواء مصايد الاسماك او مصايد تربيه الاحياء المائيه. تمام. التحسين للمصايد هنحسنها بطريقة ان احنا هيبقى فيها قوانين ضوابط شوية عن كده. الصيد الجائر هنحاول نوقفه شوية او يبقى له ضوابط. هيبقى فيه كمان ان احنا نبعد عن حرم الشواطئ في اثناء الصيد، وننشئ مفرخات بحرية. ده بالنسبة للمصايد. بالنسبة للتحسين بتاع تربية الاسماك ان هي اللي هو الاستزراع السمكي عموما، ونقدر نحسن بان احنا بنأقلم أنواع جديدة من الأسماك المية العذبة، نأقلمها عليها تتحمل الملوحة، لأن يعني تأثير التغيرات المناخية بعد كده هتأثر علينا، هيبقى فيه بخر عالي جدا، فمية المية العذبة هتبقى ملحتها عالية شوية، اللي هي احنا عندنا المية هي إما مالحة مية البحر أو مية شروب. لأ، في مية شروب في النص، يا مية عذبة. مية الشروب دي اللي هي مية الأبار، فبيبقى فيها نسبة أملاح لكن مش بنقدر نستطعمها يعني. فنأقلم الأسماك إن هي تعيش في المياه الشروب دي عشان نقدر نتعامل نستزرعها، يعني نقدر نحافظ عليها ونعمل استزراع سمكي ونقدر ننميها. طيب حضرتك شايفة إن التغيرات المناخية هيكون لها تأثير أكثر على الثروة السمكية؟ هي ليها تأثير سلبي وليها تأثير إيجابي، بس الإيجابي أحسن شوية من السلبي. التأثير السلبي للتغيرات المناخية، درجة حرارة المياه يعني درجة الحرارة بتاعت الجو بتزيد، فدرجة حرارة المية هتزيد، وهتأثر، هتخلي الأسماك تتزاح أو إزاحة للأسماك المية الدافية. أسماك المية الدافية بتبقى موجودة في أماكن معينة حسب درجة الحرارة، لما درجة الحرارة تتأثر وتتغير على الكرة الأرضية، هتنزاح الأسماك دي للقطبين الشمالي والجنوبي، وهتزيد معاها معدلات الأسماك وإنتاجية الأسماك في المناطق دي. ده الجانب اللي موجود، اللي هو الجانب اللي نقوله شويه ان هو سلبي على تمام. على مصر او كده. لكن الجانب الايجابي ان احنا هنستفيد طبعا من فتره درجه الحراره ان هي هتبقى زياده، فتره الصيف هتبقى اعلى اكبر قصدي. فيعني بدل ما احنا بنبدا موسم الاستزراع السمكي في شهر 4 لحد شهر 10، لا هنبدا من شهر 2 لحد شهر 11. فانا كده زودت المده، زودنا مده الاستزراع السمكي. ممكن اعمل كذا موسم، يعني كذا دوره انتاجيه في الموسم ده من شهر 2 لشهر 11. فده الجانب الجيد اللي احنا ممكن نبص له يعني. اكيد في دور للبحث العلمي في مواجهه اثر التغيرات. البحث العلمي بيحاولوا الزملاء كلهم والباحثين ان هم يعملوا حاجات تتأقلم مع أو أنظمة تتأقلم مع التغيرات المناخية، منهم الأكوابونيك، منهم نظام البايوفلوك. أنظمة دي موجودة في العالم وإحنا ما كناش بندخلها، بس في أنظمة تانية إحنا بنحاول نعملها حسب يعني إيه البيئة المصرية تمشي معانا في البيئة المصرية. يعني الأكوابونيك مثلا على سبيل المثال إحنا ممكن نعمله في البيت. حضرتك ممكن تعملي سيستم أكوابونيك عندك في البلكونة، تعملي عندك في السطح، تبقي عندك في المطبخ سيستم صغير على الرخامة كده اكوابونيك، بس زرع فيه مثلا حاجات اللي هي الظل، نباتات الظل. فده متاح جدا. فدي سبل يعني انا ممكن. طب اقل مساحه ممكن اعمل فيها ده يعني مساحه كام في كام؟ اقل مساحه دي يعني علبه زي العلبه بتاعه الطبيخ دي مثلا، العلبه اللي احنا بنحفظ فيها الاكل دي. حضرتك ممكن تعمليها اكوابونيك، بس بتحطي عليها فوم وتحطي عليها النباتات اللي انت عايزاها، مثلا عايزه نعناع، عايزه حاجه، تحطيها جنب الشباك عشان النعناع طبعا محتاج يعني شمس مش محتاج ظل. تمام. ده بالنسبه للنباتات. ده بالنسبه للنباتات. والسمك حضرتك ممكن تحطي سمكتين زينه فيها لو انت عايزه، بس زينه بس لكن لو عايزه السمك البلطي والاكل السمك الاقتصاديه دي تبقى حاجه اكبر شويه، يعني هتبقى عبوه مثلا 50، برضو نفس العلبه دي بس الاكبر بتاعتها خالص، يعني اكبر واحده اللي هي 50 مل 50 لتر تقريبا. تمام. يعني نص متر مكعب ميه. نص متر مكعب ميه. و تمام. انا كمواطنه بسيطه وفي مواطنين كتير بيتفرجوا علينا، دورنا في الحد من التغيرات المناخيه نعمل ايه؟ دور المواطن ان احنا يعني بنقلل من الانبعاثات الحراريه، بان احنا بنقلل لو في تسميد بنقلل من التسميد، بنحاول نستخدم الطرق الجديده ان احنا بنزرع سمك وبناخد ميه السمك ونربي بيها نباتات وهكذا.
ده جزء تاني كمواطن بسيط، ان احنا نقلل مثلا من الاستهلاك بتاع بعض انواع الاكل او الفاكهه، الحاجات اللي بتعمل انبعاثات حراريه او اللي بتعمل ليها بصمه كربونيه عاليه. يعني لما وجدوا ان الاسماك 1 كيلو سمك بلطي بيطلع ثاني اكسيد كربون، بيطلع 1.7 كيلو جرام ثاني اكسيد كربون، وده اقل بصمه كربونيه لاي كائن حي. فالاسماك من الكائنات القليله في البصمه الكربونيه بتاعتها، فده بتقلل من حد من انبعاثات الكربونيه. من وجهه نظر حضرتك كمتخصصه في الثروه السمكيه، ليه الاكوابونيك تحديدا هو الهدف للغذاء الامن؟ الهدف الوحيد للغذاء الامن ان احنا نستزرع الاسماك، ده الهدف الاساسي كله. لكن كغذاء امن الناس بقت حاسه ان في مبيدات، حاسه ان في احساس، لكن دي مش حقيقه. وعشان الناس تطمن شويه محتاجين ان احنا نديهم بارقه امل. فبارقه الامل ان احنا نقول لها خلاص حضرتك خايفه وقلقانه على اسرتك وقلقانه على بيتك ان انت تاكليهم اسماك، خايفه من تكون مثلا فيها ملوثات او فيها مبيدات او واتيفر، فاحنا خلاص نعمل استزراع سمكي في البيت ونعمل اكوابونيك، نظام صغير اكوابونيك. نظام الاكوابونيك بيديها بروتين حيواني، بيديها بروتين نباتي، ده المنتج بتاعنا. لكن في منتج اساسي كمان احنا غافلين عنه، ان هو الكائن دوت انا غريب عني. يعني الانسان بيتعامل مع السمكه عشان هي كائن غريب عنه. الانسان عايش في الجو والسمكه عايشه في الميه، فده وسط وده وسط تاني. فلما الاطفال اللي في البيت يتعاملوا مع الكائن ده ويعرفوا طبيعته وبيتعامل ازاي وبنعمل معاه ايه وظروفه ايه، بنحس بيه ازاي، السمكه دي بتحس بالانسان ازاي لما يقرب لها، بتحس ازاي لما بيجي يحط لها الاكل، بيبقى ليها زي ايه كونتاكت كده مع الانسان، مع اللي بيربيها، هي بترتاح له وهو بيرتاح لها. حتى لو هو يعني فتره كده غضبان او حاجه او في عنده مشاكل، السمكه على فكره بتبعد، بتحس بدفى، بتبعد، ما مش بتقرب عشان تاكل. فدي حاجه هتخلي الدنيا اهدى شويه، بتعمل سلام نفسي. بالظبط بالظبط. سلام. طب انا لو رجعت تاني للاستزراع السمكي، وحضرتك قلتي في ناس بتخاف، منتشر جدا جدا، انا طبعا ما اعرفش المعلومه صح ولا غلط، ان كتير يقولوا لا مش عايزين سمك مزارع، احنا عايزين سمك بحاري. تمام. لا اصل هم بياكلوا اكل مش كويس للاسماك في المزارع، او علف مش كويس للمزارع. المعلومه دي صحيحه ولا غلط؟ وايهما افضل؟ يعني انا كشخص ما بشتري ده وبشتري ده، بلاقي سمك المزارع بطنه انضف والطعم الى حد ما قريب من بعضه. تمام. فايهما افضل؟ الافضل طبعا سمك المزارع، بس كذب من قال، يعني استاذي قال كده فعلا مقوله، كذب من قال لا اكل اسماك مزارع. 80% من الاسماك الموجوده في مصر اللي احنا بناكلها اسماك مزارع. حضرتك لو كلتي خمس سمكات، جبتي خمس سمكات منهم اربعه مزارع واحده من البحاري. الفكره في الاسماك المزارع اللي احنا بنربيها على اكل نظيف، احنا بنديها علف، عارفين مكونات العلف ده ايه، او بدائل الاعلاف زي ما احنا بنعمل مثلا نحط بعض البدائل، مسحوق سمك، بدل مسحوق سمك بنحط مثلا ازوله، بنحط حاجات فول صويا بنسب وحاجات وهكذا، لكن كلها معروفه هي ايه المكون ده. لكن البحاري هو بقى فيه مشكله ان احنا لوثنا النيل، ما احنا لوثنا النيل، لوثنا البحر، لو احنا سايبينهم بخيرهم بخله ربنا كده كده. النيل فعلا في نسبه تلوث كبيره جدا. وللاسف انا ببقى حزينه لما بعدي على النيل وبلاقي في ناس بترمي الزباله بتاعتها حرفيا. يعني هو بيسيب البلد كلها وبيسيب كل صناديق الزباله وبيرميها جوه النيل. ليه؟ انت مش عارف ان الميه دي بتلف وبترجع، هي دي اللي بتجي لك في الحنفيه وبتشربها. بيتعمل لها تحليه وبيتعمل لها نظيف، ولكن للاسف هي دي الميه اللي انت بتشربها، اللي انت بترمي فيها زبالتك، وده السمك اللي انت بتاكله، اللي انت عايزه السمك البحري انت بتاكله الزباله بتاعتك. فيا ريت نرجع، يعني يا ريت تحافظوا على البلد دي بشكل افضل، يا ريت تحبوا بلدكم بشكل افضل. مش هينفع حد يقول لكم ويمشي ورا كل واحد يقول له ارمي هنا وما ترميش هنا. فقرتي انتهت وحلقتي انتهت، وفي نهايه لقائي بشكر ضيفتي الكريمه دكتوره اماني عبد العال، باحث ثروه سمكيه واكوا بونيك بالمعامل المركزيه للمناخ الزراعي مركز البحوث الزراعيه. بشكرك جدا دكتوره اماني. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعه، واستنونا بكره وفريق عمل جديد وحلقه جديده من برنامج نهار جديد.